Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الرابعة من الدورة الثانية الموسم الدراسي 2020-2021 بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، اليوم وصلنا للنموذج رقم 3 في لاكتيفيتي دو ليكسيك لا لونغ فرونسيز ليكسيك اكزومبل 3. كنتمنى أنكم تكونوا دائما كتستافدوا معايا في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. كنطلب منكم طلب واحد هو انكم تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والصديقات ديالكم وتخليوا ليا كومونتير بسيط جدا تعبروا على الاعجاب ديالكم ولا على الامتعاض ديالكم للقناه. كنتمنى انه المحتوى اللي كنقدم يكون كينال الاعجاب ديالكم. زيدوا دعموني، انا معكم دائما ومرحبا بكم في هذا الفيديو. إذن كما قلت لكم غادي نديرو اليوم لاكتيفيتي دو ليكسيك بوغ لو نيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير ليكزومبل 3 النموذج رقم 3. عندنا واحد ليكزيرسيس هنايا فيه 3 كيستيون او بيان 4 كيستيون، سون تري فاسيل، ساهلين بزاف، يكفي انكم تركزوا معايا وتنتبهوا معايا وان شاء الله غادي تفهموا هذا الفرض بسهوله. دونك اون فا كوريجي هاد ليكزامان سي بيان. دونك اكزيرسيس لا بروميير كيستيون، اونتور لانترو دون شاك ليست. اش غادي ندير؟ غادي نونتوري، يعني غادي ندور على ماذا؟ على لانترو. لانترو هو الكلمة الداخلة، غادي ندور عليها في هاد لي ليست هادو. عندي 1 2 3 4 5 5 ليست، كل ليست فيها لانترو، فيها واحد الكلمة داخلة على داك الكلمات الاخرين، صافي غادي ندور عليها. سي بيان. دونك عندي هنا بوم تفاحة، اورانج اللي هي برتقالة، ام اللي هو رجل، ستيلو اللي هو ستيلو قلم. دونك فين هو لانترو هنايا؟ لانترو هو لوم. لانترو هو لوم، علاش؟ حيت لوم سي ان اتر فيفون وهذا ما جماد، صافي. دونك لوم سي لانترو، داكوغ؟ لانترو سي لوم. ندوزو لليست التانية، روج بلو ايكول نوار. روج احمر، بلو ازرق، ايكول مدرسة، نوار اسود. دونك ايكول هي لانترو، علاش؟ لانهم هادوما بثلاثة بهم سوسون دي كولور، الوان، و ايكول ماشي لون. لو تي سابل، لي كافي. تي هو اتاي، سابل هي الرمله، لي هو الحليب، وكافي هي القهوه. دونك هادو مثلثه بهم سوسون دي بواسون، يعني مشروبات، وسابل هي الرمله لا علاقه بالمشروبات، صافي. بونطالون ميزون، روب مونتو. دونك بونطالون اللي هو السروال، ميزون اللي هو المسكن ولا المنزل، روب اللي هي الساية، مونطو هو المونطو يعني الجاكيطة. دونك هادو هما كاملين ثلاثة بهم ملابس وهذا ماشي ملبس، صافي. ألاف تلميذ، تخان هو لو تخان يعني القطار، باطو هو لو باطو، أفيون اللي هي الطيار. دونك هادو هما ثلاثة بهم وسائل النقل، وألاف ماشي وسيلة نقل، صافي. دونك هنايا لانترو إيسي أوم، إيسي إيكول، إيسي سابل، إيسي ميزون، إيسي ألاف، داكوغ؟ دونك سي سا لانترو، يعني الكلمة داخلة على ديك الكلمات الأخرين، صافي. ندوزو لا دوزيام كاستيون، أجوت أن بريفيكس أ شاك مو بور فورمي سون أنتونيم. دونك اش غادي ندير؟ غادي نأجوتي أن بريفيكس، يعني قبل من هاد الكلمة غادي نزيد شي جوج حروف ولا ثلاثة باش نفورمي لانتونيم، يعني نكتب هنايا الضد ديال هاد الكلمة هادي. بوسيبل يعني هادي ممكن، ضد ديالها هو امبوسيبل، هو هاد إي إم، داكوغ؟ إي إم غادي نكتب بوسيبل عادية، بوسيبل. دونك ici اي ام سي لو بريفيكس، داكوغ؟ لو بريفيكس اللي كيجي قبل من الكلمة، وبذلك هاد لو مو هذا رجع هو الضد ديال هاد، صافي. فيدال، فيدال شنو غادي نديرو لا؟ دونك غادي نزيدو لا واحد البريفيكس باش تولي لانتونيم. دونك فيدال هي مخلص، دونك فيدال، دونك انفيدال، انفيدال، دونك انفيدال هاكا. انفيدال غتولي ضد، دونك زدناها اي ان هو البريفيكس، داكوغ؟ ولات لنا ضد ديال الكلمة. اوغو فرحان، مال اوغو، مال اوغو، مال نديرو هكا، اوغو مال اوغو، مال اوغو، داكوغ؟ وكيولي لنا لو كونتخيغ، ستادير لانتونيم. دونك بوسيبل امبوسيبل، فيدال انفيدال، اوغو مال اوغو، داكوغ؟ اوغو مال اوغو. On passe à la troisième question. La troisième question. Entoure le mot qui n'a pas le suffixe dans chaque liste. غادي ندور على الكلمة اللي ما عندهاش suffixe. D'accord? ما عندهاش داك الزيادة اللي كنزيدوها في الآخر. صافي؟ سي بيان.
دونك غادي ندور على كلمة واحدة من دو سيري، عندي دو سيري. ديريكسيون، بارلي، ايمابل، غليساج. دونك هنايا ديريكسيون سيون ابل اج، هادو هما كاملين ثلاثة بهم عندهم سوفيكس، ولكن بارلي ما عندوش. دونك هادي غادي ندور عليه صافي. دونك بارلي سي ممكن نقولوا لانتخو، هو الداخل عليهم ثلاثة بأربعة ثلاثة بهم. دونك هاد لا ليست اللي مكونة بأربعة، بارلي هو الداخل ديالها، دونك لانتخو، دونك لو مو كي نا با لو سوفيكس دون هاد لا ليست. ميكانيسيان، كوندكتور، فام، افيون. دونك ici سيان اور يون، دونك فام هي لانتخو هنايا، هو لو مو كي نا با لو سوفيكس، ما عندوش لو سوفيكس فهاد لا ليست هاد. دونك ici بارلي اي ici فام. C'est bien. Deuxièmement, la dernière question, question 4, dans les antonymes des mots suivants. Je vais vous donner l'adad, après, c'est avant. Avant. Après, c'est avant. Construire, bana, construire, yebana, ou le yebni, donc bana, construire, c'est détruire. Détruire. Donc, détruire, il y a yuhaddim, vous savez, yuhaddim. D'accord? Tehdim. Donc, le contraire de l'après ou avant, le contraire de construire, c'est détruire. D'accord? Donc, nous avons une mouraja à chamila de la fardada. Nous avons un entour l'intrus, yani le kelmat d'akhila. Nous avons pomme, orange, homme, stylo, le kelmat d'akhila, il y a homme. Nous avons rouge, bleu, école, noir, le kelmat d'akhila, il y a école. Et là, je vais laisser vous mettre en éloigne. T. او لي او كافي، هادو هما مشروبات، او صابل اللي هي الرمله ماشي مشروب. ميزون هي اللي داخله هنايا، حيت هنا مسكن اولا دار، وهنا هادو هما ثلاثه بهم ملابس بونطالون روب مونطو. هنا ايلف تلميذ، وهادو هما ثلاثه بهم سو سون دي ترونسبور. داكور سو سون دي ترونسبور، عندنا تران، عندنا الباطو، عندنا لافيون. هنايا كان مطلوب منها اننا نزيدو لو بريفيكس باش يولي هاد لو مو هو ضد ديال لو مو. داكور دونك لانتونيم، باش نحصلوا على لانتونيم زدنا واحد البريفيكس. هنا كانت بوسيبل زدناها اي ام، ولاتنا امبوسيبل، يعني ولاتنا مستحيله. فيدال اللي هو مخلص، انفيدال يعني غير مخلص صافي. اورو يعني فرحان، مالورو يعني تريست صافي. كيستيون 3 كان المطلوب هو اننا ندوروا على الكلمه اللي ما عندهاش سوفيكس صافي. هادو هما ثلاثه بهم عندهم سوفيكس، وما بارلي الا هادو هما ثلاثه بهم عندهم سوفيكس، او فام ما عندهاش لو سوفيكس صافي. سي بيان. كيستيون 4 dans les antonymes. كان مطلوب اننا نعطيو الانتونيم يعني الضد ديال كل كلمه. ابخي يعني بعد، ضد ديالها سي افون يعني قبل. كونستروير هي بنا، ضد ديالها هي هدم صافي. دونك ديتروير. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص النموذج رقم 3 من لاكتيفيتي دو ليكسيك، ليكسيك 5 اني دو لونسينيومون بريمير. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. وكنتمنى انكم توصلوا الفيديوهات ديالي على الاقل 50 لايك باش تشجعوني ونزيد نستمر ان شاء الله في النشر ديال الفيديوهات المفيده. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا في قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.